السلام عليكم، انا اسمي عبد الرحمن ابراهيم كراويه، طالب بكليه حاسبات ومعلومات الفرقه الثالثه. اعضاء التيم اللي معايا عبد الرحمن احمد فتحي الحنفي، امجد محمد شلبي، سيف هشام جمعه، سمير مجد اسحاق، تحت اشراف الدكتور وليد العدروسي. الابليكيشن بتاعنا بيحاول يجمع بعض الفيتشرز كلها في مكان واحد، بحيث ان الكلاينت يقدر يحجز رحله طيران في اي ميعاد يختاره من المتاح، وكمان يقدر يحجز غرفه في اي فندق من الفنادق المتاحه بعدد غرف معين وعدد الأفراد اللي هو عاوزه، وكمان يقدر يطلب أكل أو أي خدمات تانية من داخل الغرفة. وآخر حاجة إنه يقدر يحدد رحلة معينة بروتين معين للمكان اللي هو عاوزه، كل ده في أبليكيشن واحد. تاني حاجة نشتغل عليها هي عملية الاوثنتيكيشن، التعرف على الشخص. ممكن نعمل هنا ريجستريشن، بس اختصارا للوقت هنعمل هنا عملية اوثنتيكيشن للتعرف على الشخص. استخدمنا هنا فاير بيز اوثنتيكيشن. تمام، ايه ده يتعرف على الشخص؟ طبعا هنا هيعرض لك بيانات المستخدم لو حابب بيانات اكتر. تمام، لو عايز مثلا تعمل لوج اوت مفيش اي مشكلة. تمام، هنا بيعرض لك كل الفلايتس المتاحة. وهنا برضك بيعرض لك كل الاوتيلات المتاحة. مثلا لو احنا حابين نحجز اوتيل معين، تمام، مثلا الاوتيل ده، لو حابين مثلا نضيف الاوتيل ده في الفافوريتس، تمام، اول حاجة بتختار الستارت ديت يوم 9 مثلا لحد يوم 27، 28 مثلا، عدد الأفراد 3، تمام كده تم الحجز. نروح نشوف الحجز اللي احنا عملناه. تمام، عدد الأفراد 3، تمام، وعدد الأوض 3 غرف، وقال لك بداية التاريخ والنهاية. عرض لك الحجز اللي انت حجزته. تمام، لو عايز مثلا تشوف الفافوريتس، مثلا لو عايز تحذف اوتيل معين من الفافوريتس، تمام، مش اوتيل بس، ترافل اي حاجه، مش مشترط على اوتيل فقط. تمام كده بيقول لك خلاص ما عادش فيه فافوريتس. مثلا لو عايز تبحث عن اي رحله معينه هيقول لك، مثلا لو انت كاتب اي حاجه غلط هيقول لك مفيش حاجه بالاسم ده. تمام، دخلت على الرحلة بتفاصيل أكتر. تمام، آخر حاجة نتكلم عنها الشات. طبعا هنا آخر حاجة نتكلم عنها هي موضوع الشات. هنا بيعرض لك الأشخاص اللي تعرفهم اللي هم أفراد التيم. مثلا على سبيل المثال، تمام، هنا عملنا محادثة بسيطة، وهنا اتأكد ان الموضوع ماشي بشكل صحيح. تمام، وشكرا.